شو هالقصة؟ بدي الموبايل الجديد، بدي الموبايل الجديد. يعني هشام ووسيم وبقية الشباب بشو أحسن مني علشان يجيبون موبايل جديد وأنا ما أجيب؟ أصلا هذا الموبايل بنفسي من زمان، من أول ما نزل السوق. آه، من الفلوس وأم الفلوس، لولا الفلوس كنت زمان حاطه في جيبي. بس لازم ألاقي حل. شو بدك تعمل يا عادل؟ شو بدك تعمل يا عادل؟ خليني أشوف جوجل يمكن يفيدني بشي. إف، مليت عن جد، مليت، مش عارف شو بدي أعمل هسا. شو الحل؟ خليني أشوف. هاي حلو 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 حلو. ايوه، هي هي شيكات 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 كومبيلات، ما بتفرق، اهم شي احصل على الموبايل الجديد. واو، يس يس يس، يا عيني عليك يا ابو العدل، ما في شي بوقف قدام حلمك، الشي اللي بدك اياه بتحققه. يا سلام، أحلى صباح بالدنيا كلها. يا الله شو متحمس، بدي أشوف الموبايل الجديد، بدي أمسكه بإيدي، بدي كل الشباب يشوفوه معي. أحلى لحظة في الدنيا. خليني أقوم أوقع الشيكات وأخذ موبايلي بوجهي على الكافيه. هاي عادل، كيفك؟ شو يا معلم، جاي أول واحد اليوم، ما إلك بالعادة. هلا حبيبي، هلا هشام. شو، وين بقية الشباب؟ شايف لحالك اليوم؟ شو شايفك شايل الموبايل الجديد؟ موبايل مين هاد؟ طبعا موبايلي. ايش يعني مش معبي عينك حبيبي؟ شكلك نسيت انه انا عادل، لما بدي شي جيبه، ما في شي بوقف قدام حلمي. شو شيكات ولا كمبيالات؟ يا ولد هاي الشيكات بعدين بتضيعك، انتبه لحالك. يا اخي شو بدك بهالقصة انت؟ انا بالنسبة لي هاد احلى يوم واحلى جو، ومع الموبايل الجديد وبدي اخذ سيلفي واعيش حياتي. عادل يا هشام ذيب، لا تخاف عليه، ما بيقع. هاي يا ابو الشباب، شو شايفك بعدك جاي بالبسكليت زي الاولاد؟ يا اخي اكبر وصير شاب، اشتري لك سيارة زي الناس. شو بعدك بتيجي على السوبر ماركت بالبسكليت؟ ولادي يستاهلوا يعملوها. خجلتني يا اخي، والله انا ناوي اجيب، بس المشكلة ضحكتني يا حبيبي. مشكلة ايش يا زلمة؟ انت شاب شاب، افهمها، خذها اقساط، انت موظفة بتشتغل، خذها اقساط وعز حالك. بدك تضلك جاي على البسكليت؟ استحي على حالك يا اخي، بنصحك انا. حبيبي يا وسيم، انا بحب نصايحك، والله دايما بحب نصايحك. ناوي ناوي ان شاء الله ناوي، فكرتك حلوة، اقساط حلوة كتير. كمان اسبوع ان شاء الله، ناوي ناوي حبيبي القلب. تنساش لما تجيبها، بس تاخذنا لفة معك. حبيبي اكيد اكيد حبيبي وسيم، انت اول واحد راح يطلع معي فيها، انا ما بنسى افضالك ونصايحك الحلوة دائما. والله كلام وسيم اليوم عن جد بيفوت بالدماغ على طول. يعني مش معقول انا شاب
طول بعرض وجالس على بسكليت، جاي على السوبر ماركت بسكليت. عن جد والله استحيت كثير اليوم لما كان يحكي معي. المشكلة كلها بالفلوس، فلوس فلوس، أقساط، بدي أحط حالي كمان قسط كثير. لا لا، مش لازم مش لازم أتسرع، لازم أصبر شوي، مش لازم أحط حالي أقساط زيادة، خلاص كثير. بس كمان مش حلوة بحقي، الشباب كل شوي بيعلقوا، واللي بيحكي ما معك سيارة، واللي بيحكي جايب بسكليت، واللي بيحكي ولادي استحي يعملوها. عن جد لازم ألاقي حل، لازم لازم. بس أنا كمان لازم يكون إلي كيان، لازم أعيش حياتي. أنا بعدني شاب، لمتى بدي أستنى لما أموت عشان أشتري سيارة؟ ما هي أقساط أقساط، ما الدنيا كلها رايحة، العمر واحد والحياة واحدة والموت واحد. أحسن شي الصبح أتخذ قرار وأروح، لأنه المماطلة والتأجيل ما حتسوي لي شي، أعيش حياتي مثل بقية الشباب. أهلين أستاذ، كيفك؟ كيف ممكن أخدمك؟ تفضل.